اتجه الآن دار اليوم إلى ملعب 5 جويلية بالجزائر للإستضافات قمة عربية بين فريق شباب بلوزداد الجزائري وفريق الزمالك المصري في الجولة 5 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل التضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في تم الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، والساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيت. وسوف تنقل وتذاع المباراة على قناة بي ان سبورت 4 الناقل الحصري للمباراة بتعليق رؤوف خليف، تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق الشباب بلوزداد الجزائري مستوى مباراة اليوم أو فريق الزمالك المصري الضيف الثقيل اليوم؟